عندك حساب بالدولار ومش عارف كيف تسحب منه باللبناني على سعر السوق؟ فيك تسحب من فرعك أكيد، بس أسهل لك تتوجه لأقرب ATM لبنك بيروت. بالصفحة المخصصة لاختيار العملة اختار بيع الدولار بحسب سعر السوق. ممكن تتأكد بأعلى الشاشة من سعر المبيع الحالي المعتمد من قبل مصرف لبنان. حدد المبلغ اللي بدك تسحبه باللبناني واستلم المبلغ. انطرونا بمعلومات جديدة.